أين الأمل والعناء؟ طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. أين الأمل والعناء؟ ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. أحداث النزاع على إقليم تشانشار. قامت تساو تساو بنشر قواته، وتشانغلو لن يحتمل ذلك. سوف يقوم تساو تساو بغزو الأراضي الغربية بعد أن يهزم تشانغلو. لقد أرسلت تساو جزءا من قواته إلى هيفي. هل تعتقد بأنه خائف من أن يتدخل سون تشوان؟ انتظر قليلا يا تشانغ فاي لنرى. تساو تساو قوي جدا، وهو لا يخافنا حتى وإن تحالفنا مع سون تشوان عليه. بإمكاننا إعادة 3 مقاطعات من تشانغشا إن أرسلنا شخصا لإقناع سون تشوان بمهاجمته في خلال هجوم تساو تساو على تشانغلو، وسوف ننتصر حتما. إنها خطة جيدة. كما توقع ليو باي وكونغ مينغ، فقد نجح تساو في هزيمة تشانغلو دون صعوبة، ثم هاجم بانغ دي الذي لم يذهب إلى الأراضي الغربية بسبب مرضه. سيدي، أراضي النهر الغربي أمامنا الآن، لماذا لا نهاجمها ونستولي عليها حالا؟ للأسف فقد طمع شو بعد الحصول على لونغ. البشر غير قنوعين وهم يريدون المزيد دائما. أنت تتوق للسيطرة على الإمبراطورية كلها، وها هي الفرصة سانحة الآن أمامك يا سيدي، فلماذا التردد؟ لقد عانى جنودنا من التعب، والأفضل لنا أن نريحهم قليلا بعد هذا العناء. سيدي! سيدي! لقد اتبع القائد تشانغ خطتك المرسومة وصد هجوم سون تشوان. إن هذا جيد، إن القائد تشانغياو لم يخذلني أبداً. القائد تشانغ يطلب تعزيزات لأن سون تشوان يرسل المزيد من القوات، والقائد تشانغ يخشى من ذلك. هذا صعب، لا يمكن مهاجمة الأراضي الغربية. سياهو، تشانغي، اذهبا للدفاع عن جبل دينغ جون ومينغتو. أمرك.
ليستعد الجيش وليتجه نحو روتسو. هيا بسرعة. هيا. لقد انطلقت ساو لرفع الحصار عن هيفي. حسنا، إذن لنهاجم هان تشونغ أولا وسنفاجئ تساو. تشانغ فاي، اذهب وهاجم ممر واكو حالا. حاضر. هيا بسرعة. وأخيرا أتتني فرصة للقتال. تشانغ فاي، القائد الشهير يحرس ممر واكو، فلا تترك موقع الحراسة أبدا. لا تقلق علي، سأمسكه بالتأكيد. أرجو ألا تعقد المسائل أكثر. أيها القائد، هناك كمين في الجبال. ماذا؟ اللعنة. هيا. حسنا، لقد مللتكم. هجوم. اخرج إن كنت شجاعا. تشانغ فاي، هيا اقترب إن كنت رجلا حقيقيا. ضعوا السلالم هناك بسرعة. هيا أسرعوا لنضعه هنا. جيدا، لنصعد. سوف نتعدى. أسرعوا، لا تدعوهم يؤذونكم. إلى هنا أيها الجبان. أيها الشجاع، إن لدي حجارة لا تنضب هنا، أتحداك أن تأتي للاقتحام. أقسم بأن أسحقك أيها الفأر. مر 50 يوما وتشانغ هي يحافظ على مواقعه. لم يكن لدى تشانغ فاي إلا أن يأكل ويشرب حتى التخمة والجلوس أمام الممر متذمرا. أخرج إلي أيها الجبان، ماذا دهاك حتى لا تريد النزول؟ ألا تشعر بالعار؟ أيها الوقت. سيدي، هل حدث ما يدعو للقلق؟ لقد اقترف تشانغ خطأ كبيرا. ألا زال الغضب مسيطرا عليه في هذه الحرب؟ للأسف. يمكن لهذا الغضب أن يزيد من شجاعة تشانغ فاي. لا تقلق بهذا الشأن أبدا، اطمئن. لا، لست مطمئنا لهذا. ويان، اذهب كي تدعم تشانغ فاي عند الممر، واعتني به جيدا من أجلي. حالا. سيدي، أرجو ألا تقلق، إنه لا يملك طعاما جيدا هناك، فلنرسل مع القائد ويان مؤونة من الطعام والشراب كي نسعده. تريد أن يتسلى في الحرب؟ يا لروعة الطعام والشراب. هذا عصير جيد. تشانغ فاي، لقد طلب مني سيدنا أن أقول لك شيئا. ما أملك، لنشرب جميعا. نعم. دعونا اليوم نحتفل بالطعام والشراب الجيد. يا لروعة ماذا لا هذا الطعام. أريد أن أتناول الكثير منه. يا له من وغد وبغيض. سيدي، إن تشانغ فاي يحب الطعام والشراب واللهو فقط، إن حياته ليست أكثر من ذلك، ونحن علينا أن ننهي حياته اليوم. سنهاجم العدو هذه الليلة،
نعم، اليوم سأرسل هذا الوغد المغرور إلى الجحيم بنفسي. خرجت من جحرك أيها الفأر. اللعنة. الجبل مشتعل، إنهم يحيطون بنا من كل مكان. ها، لقد سيطرنا على جبل دانكو ولن تستطيع الهرب. تراجعوا إلى ممر واكو. دعنا نرتاح قليلا اليوم، وغدا سوف نتدبر أمر الهجوم. لا بأس. إن هذا عظيم، الشكر لله، لقد عرفت كيفية الإمساك بتشانكي. هي لا تخافوا، إننا من عامة الناس ونحن فارون إلى هانتشونغ، فقد قيل لنا أن هناك لا يوجد حرب. دعنا نذهب يا سيدي. هذا الطريق يؤدي إلى هانتشونغ؟ أجل سيدي، اذهب على طول الطريق وعبر الجبل وستصل إلى الجزء الخلفي لممر واكو. عظيم، عرفت الطريق جيدا. حسنا، خذ هذه القطعة واذهب بسلام. لكن أنا... تشانكي، أخرج وقاتلني إن كنت شجاعاً. تشانك فاي غائب. ربما يقوم ببعض الحيل مرة أخرى يا سيدي، علينا أن نحذر منه جيداً. أعتقد أن تشانك فاي يختبئ الآن لإغرائنا بالقتال وحسب. افتح البوابة أمرك. وقتلهم حالا، إني لا أخافه على الإطلاق. حاضر. فليتراجع الجميع. تراجعوا إلى تياندان. سيدي، سيطر تشانك فاي على ممر واكو. رائع، لقد خدعهم بأنه يلهو كل يوم. ظلمته كثيرا. تشانك فاي رجل قوي وحريص. سيدي، لقد استغل هوانغ تشونغ هذا النصر ثم قام بالسيطرة على جبل تياندانغ، ولقد تراجع تشانغ هي إلى جبل دينغ جون. عظيم، إن القائد هوانغ تشونغ أشبه بسيف بتار وحاسم. بينما كانت قوات شو تهاجم بشراسة، استغل سون تشوان الفرصة لمهاجمة هيفي، لكنه واجه مقاومة تساو تساو واضطر للتراجع. غادت تساو تساو إلى تسودو وأجبر الإمبراطور شيان لجعله ملكا على وي. هان تشونغ في خطر، وقد تراجع تشانغ هي إلى جبل دينغ جين بعد أن فقد واكو وجبل تياندانغ. للأسف لم أتبع نصائحك في الاستيلاء على أراضي النهر الغربي بضربة واحدة. نعم، أنا هو السبب، لقد أخطأت الحساب.
سيدي، يجب معاقبة تشانغ هي بسبب هزائمه هذا. لا ينبغي علينا لوم تشانغ هي، على الرغم من أنه قد هزم كثيرا، فقد علمت أن تسياه يوان قد رفض الخروج إلى القتال. لقد ظن أن قواتنا بحاجة إلى الراحة. رفض القتال ضعف لا يغتفر. أطلب من تسياه يوان الخروج للقتال. أمرك سيدي. اعتاد تسياه يوان التشبث بجبل دينغ جون، لكنه قام بشن الهجمات. أيها القائد، لقد هزمت تشانغ هي، هل أنت على استعداد للذهاب إلى جبل دينغ لقتال تسياه يوان؟ أنا على استعداد، لكن هذا لا يعني أنك ستنتصر هذه المرة، فكن على حذر. سيدي، لماذا تقلل من شأني هكذا؟ إن تشانغ هي ليس بارعا في إدارة الحروب، لكن يوان تسياهو متمرس في الحرب، وأنا أعتقد بأن كوان يو هو من يمكنه إلحاق الهزيمة به. حسنا، سوف أقدم تعهدا خطيا. لن تستطيع النجاح حتى لو قدمت تعهدا خطيا. أقسم إنني سأعود حاملا الرأسة. إذا كنت مصرا على هذا فأنا لن أمنعك أبدا، لنعطيه هذه الفرصة أيضا. بما أن هوانغ تشونغ وضع معسكره هناك فبإمكانه أن يرى قواتنا جيدا. نعم، وسوف نهجم. أعرف ذلك. هيا أيها الجبناء، اخرجوا، هيا اخرجوا، تعالوا للقتال. اللعنة، هيا اخرجوا، ألقنكم دار هوانغ تشونغ. سأخرج. اللعنة، أيها الضعفاء، اخرجوا. لقد بغتونا، هربوا، سوف يهجمون علينا. هيا هنا، انسحبوا حالا. سيدي، هل تقوم بالكتابة إلى ليوباي؟ إن هذه الحرب سوف تقع بعد وقت قريب، وأريد التحدث عن الماضي معه. سمعت أنك قد تحدثت مرة عن الأبطال مع ليوباي يا سيدي. لقد كنت على يقين أنه ليس على استعداد لأن يكون تابعاً. نعم، نصحني الجميع في ذلك الوقت بقتله، ولم أعمل بنصيحتهم. هذا لأنك تقدر المواهب. سيدي! سيدي! قتل القائد تسياهو في هجوم مباغت! ماذا؟ سيدي! أصدر أمراً بالمسير إلى هامبي حالاً. سأقودهم بنفسي للانتقام للقائد تسياهو يوان. هيا! أصبحوا خطيرين، قواتهم كثيرة وقواتنا لم تصل. لدي خطة جيدة. هل تعتقد أنها ستنجح؟ دعنا نجرب أولا وسوف نرى. من سوف يتحداهم؟ أنا سأفعل. بسرعة. أين أنتم أيها الجبناء؟ هيا، أليس من أحد هنا لمواجهتي؟ ولنرى الآن ماذا ستكون حيلة كونغ مينغ. لقد وصلنا للتو، من الأفضل أن نأخذ قسطا من الراحة ونحارب غدا يا سيدي. هل نصبوا لنا كمينا؟ ما هي حيلتهم؟ إن هذا سخيف جدا. عودوا للمعسكر واستمروا في الطهي، لن يهاجموا معسكرنا. ما هذا؟ ما الذي يجري هنا؟ قل. عودوا إلى النوم. حاضر. سننتقم من كونغ مينغ غدا. لسبعة أيام لم تعر قوات الشو أي اهتمام لقوات تساو، بل قاموا بإزعاج جيشه بقرع الطبول، ما أدى إلى إرهاق جيش تساو. إن خطة كبير الاستراتيجيين تبدو رائعة جدا، فجميع قادة جيش تساو تساو يبدون متعبين الآن. لقد حان الوقت لأجل المعركة الحاسمة إذن. حسنا، لتعبر قواتنا نهر هان وتستعد هناك. ليوباي، لدي شيء نتحدث به إليك. أتمنى أن تكون بخير يا تساو. نحن أصدقاء قدامى يا ليو،
لماذا يجب علينا أن نتصارع هكذا؟ أنا ليس لدي أي هدف في مغاردتك، لكنك حرمتني من أي مكان قد أعيش فيه. أنسيت؟ أنا الذي استضافك حين هجمك لوفبو تلك السنوات، ولكنك خنت البلاط وتمردت علي. أنت من خان البلاط وليس أنا. نفذت الأوامر وهجمتك. من يمسك منكم اليوباي سوف يحكم الأراضي الغربية. يا إلهي إنهم أقوياء، اهربوا. لا تتفرقوا، حافظوا على تشكيلكم. هيا هيا. كونغ مينغ، ما زلت لا أفهم كيف استطعت هزيمة تساو تساو بسهولة على الرغم من قواته الكبيرة التي يملكها. لك من رجل لا يشك له غبار. تساو تساو بارع في استخدام القوات الكبيرة، لكنه ميال إلى الشك والقلق كثيرا أيضا، وهذا يؤدي إلى الهزيمة. لقد سقطت في شراك كونغ مينغ. أيها القائد، إن المنطقة أصبحت هنا غير أمنة للبقاء. أطلب من القوات أن تتراجع حالاً حتى ممر يانغ بينغ. حاضر. بين الأمل والعناء طيف أطل كالرجاء، ظلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. بين الأمل والعناء طيف أطل كالرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، من المدى خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا حمانا كالأمان. أرواحنا نور الفدا، ترتحل إليك كالصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غداً.